الو السلام، الو، السلام عليكم. عليكم السلام الدكتور، كي داير؟ لاباس، حياك الله سيدي محمد. الله يجازيك. شحال كنحاول انا يشد ليا الخط، والو شي سنه دابا انا الله كنحاول الله، باش نتواصل معاك. والو استاذ، اسمح لينا خويا، كيكونوا الخطوط ممتلئه والمكالمات كثيره، اسمح لينا. وكيدا الحسيمه؟ وكيدا اهل الحمد الحسيمه؟ لله مزيان، كلشي مزيان الحمد لله. الحمد لله، الله يزيدهم خير في خير وبركه في بركه وامان في امان. امين ان شاء الله. حتى انتم حتى انتم الدكتور، الله يجازيك بخير. حفظك الله ورعاك مولاي. استاذ الله يجازيك بخير، بغيت نسولك يا سيدي مرحبا. هادشي مثلا هذا الهم والغم اللي كيتصاب به الانسان، واش كيساب عليه عند الله تعالى ولا؟ إيه اخويا، نعم، يا سؤال ذو وجه سيدي محمد. قضية السؤال ديالك وجيه جدا، الهم والغم واش هو فيه شي ثواب او لا؟ سيدي محمد، هذا الهم والغم راه مقصود، راه ربي عز وجل في كتابه العزيز في سورة البقرة اش كيقول لنا؟ ولنبلونكم، لام التأكيد، ولنبلونكم، كل واحد فينا غيدوز البلاء، لا احد يستثنى. الطفل الصغير عنده بلاء، المراهق عنده بلاء، الكبير عنده بلاء، الشاب، الشيخ، كلهم عنده بلاء، الفقير عنده بلاء، الغني عنده بلاء، الحاكم عنده بلاء، المحكوم عنده بلاء، القاضي، البرلماني، الوزير، السفير، الغفير، حتى واحد ما كيبقى بلاش. الأنبياء أكثر الناس بلاء، الرسل أكثر وأشد الناس بلاء، الأولياء ما أشد بلاءهم، حتى الأولياء لقد السيرة ديالهم رف. الفكرة بسيطة، الأولياء هم بشر بحالنا، تعرضوا للبلاء البلاء البلاء، فصبروا واحتسبوا وانخرطوا في سلك الذاكرين واعتزلوا المجتمع والناس وانفردوا بالله تعالى فصاروا أولياء. ببساطة الأصل للإبداع هو البلاء. هذا البلاء سيدي محمد كيقول فيه الله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ربي كيقولنا غنبليكم باش بالخوف، كاين اللي غيجي الخوف، خوف من المستقبل، الخوف من المصير ديال وليداته، الخوف يطرد من الخدمة، الخوف يعود فقير، الخوف من الظلام، طفل صغير خايف من الظلمة، خايف من الجن، امرأة خايفة من الطلاق، بنت خايفة ما تزوجش، كل واحد خايف من شي حاجة، العامل خايف من الباترون ديالو، الباترون خايف من الممولين، أصحاب الأسهم، كل واحد خايف شي، خايف من شي، الدول العظمى خايفة بعضياتها. ربنا عز وجل كيسوي ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، والجوع إما ربي ما يعطيكش الطعام، وإما يسلط مرض على الإنسان، يقول الطبيب ما تاكل لا سكر، ما تاكل لا هذه، ما تاكل لا هذه، كيلقى المال عنده ومحروم منه. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس، النقص من الأموال، إما الفلوس ما عندكش فقير، ولا عندك الفلوس وحطهم في البنكة وسلط الله عليك الشح، وما تقول لا ما قد تم بعد عن صرفهم وكيبقوا محبوسين، محبوسين، نقص من الأموال والأنفس، الأنفس إما ما كتولدش عاقر، وإما عندك الناس ولدتيهم ولكن ما فيهم خير، ولا عندك أصدقاء وكيغدروك، ما لقيتش شي واحد حميم. نقص من الأموال والأنفس والثمرات، ثمرات يعني الحصيلة، كتخدم تخدم تخدم والنتيجة ما كاين والو، قريت 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 وفي الآخر ما توظفش، خدم في الوظيفة تشبع وما ترقاش، هكذا الثمرات هي الحصيلة. ربي عز وجل قال لنا هذا الشيء غتصابوا به، ولكن من رحمته قال لنا غير بشيء، بشيء، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هالنتيجة، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ملي كتصيب المصيبة من المصائب باش كيبقى يندب ويحزن ويقول أنا ما عندي زهر، أنا ما محظوظش، واش هذه بلاد، واش هذه ديمقراطية، وفين هي حقوق الإنسان، وعباد الله بغي نحرقوا كلنا، ما يبقاش يبكي هكذا لا. ملي كتصاب بشي ابتلاء، يمرض ولا يتفقر ولا يظلم، اش كي المؤمن، أعطانا الله علامة المؤمن، إذا أصابتهم مصيبة قالوا
قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا كيتسمى الاسترجاع. كيقول لك رجع الله رجع الله، ملي تسيبك واحد الشده رجع الله، اذكر الله تعالى وما تخافش. سبحان الله، لقاو هذه الكلمه هذه هاد إنا لله وإنا إليه راجعون. بعض العلماء لقوا بأنها ملي كيقول العبد المؤمن وهو خاشع هناك مواد في الدماغ هي مهدئه ومنشطه، كتخرج افرازات هرمونات وكتمشي للجسم والجسم كيرتاح وكيطمئن بحال ما وقع والو. انت عندك مشكله كبيره ربي لا عالم بها وعادي ما وقع لك حتى حاجه، حتى كيتهموك يقول لك نفسك بارده ولا يقول لك ما عندك احساس، انت راه عندك الايمان ان لله وان اليه راجعون كترتاح، ما تحتاج لا طبيب ولا راقي ولا مصلح ولا اي كان، فقط غير ذكر الله يغنيك عن كل مخلوق. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أولئك اسم إشارة للبعيد، يعني أن مقامهم رفيع، ربي علاه الدرجة ديالهم. وهكذا الإنسان اللي غادي يكون يوم القيامة أصحاب البلاء، قال لك أصحاب البلاء كيعطيهم الله مقام الشفاعة. أصحاب البلاء اللي عندهم الهم والغم إما بسبب مرض وإما بفقر ولا تحقر وتظلم ولا مشى للمحكمة وما نصفوش ولا ربي اللي عالم به أنواع الهموم. قال لك إذا كان من الصابرين المحتسبين ربي عز وجل وعده بالجنة وأعطاه الشفاعة لسبعين من أهله، سبعين من أهله ومعارفه. كانوا بعض الصالحين إذا لقوا شي واحد من أهل البلاء يقول عافاك أخويا شوف في عقل علي عقل علي عقل علي يوم القيامة لقد الله كنت من الفرقة اللي هي في خطر، أنت غتكون من أهل الشفاعة غتشفع في سبعين من أهلك وأقاربك، عقل علي. فهنيئا لكل أصحاب البلاء، أصحاب البلاء قيمتهم عظيمة وقيمتهم مباركة وثوابهم كبير. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال إن أشد الناس تعرضا للبلاء الأنبياء والصالحون والأمثل والأمثل، فلا يزال البلاء ينزل بالعبد حتى يلقى الله ما عليه دم، وما يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا هم ولا كرب حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله من خطاياه، إلا كفر الله من خطاياه. يوم القيامة الناس من اللي يعرضون بين يدي الخالق، وقريب يوم القيامة راه قريب، راه كل نهار مشى من عمرنا كنقربوا من النهاية وغنمشيو يوم القيامة نقوم لله. أصحاب البلاء غادي يقرا كتابه غادي يلقى فيه غير الحسنات والسيئات ما كاينينش، غادي يقول يا رب راه كانت عندي شي سيئات، كيقول لي الله تعالى غفرتها لك في الدنيا، قال يا ربي أنا ما فعلت خير، قال لي كنت صابرا كنت محتسبا وسلطت عليك البلاء والهم والغم فغفرتها لك. ثم ملي كيبدا ربي عز وجل يوزع الغنائم والدرجات والنتائج، ذاك الانسان كيعطي الله واحد مقام رفيع، مقام قريب من الانبياء والمرسلين والاولياء المبجلين. هو غائزا عادي، اخذ دار ولا كان بيع شراي ولا كان موظف صغير ولا كان شي واحد ما كانش عمر وقته بالذكر وبالعمل الصالح، ما مجاهد ما محسن كينفق المال ما عالم كيعلم الناس، ما هذا أعطاني الله مقام رفيع. كيقول لي الله تعالى هذاك المقام الرفيع نلته بصبرك واحتسابك وبإيمانك بالله. فالإنسان اللي هو عنده بلاء راه كله خير، يقول العلماء هذا البلاء نقاء وارتقاء، نقاء وارتقاء ما معناها؟ نقاء من الذنوب والخطايا وارتقاء في الدرجات. فطوبى لأهل البلاء بشرط أن يصبروا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. شكرا لك أخي أخي محمد من الحسيمة، وحفظنا الله وإياكم من الهم والغم ورزقنا الله وإياكم الخير والبركة فضلا من عنده ورحمة، اللهم آمين يا رب يا كريم.